الآن السيد قاسم اسطنبول. السلام للبشرية وللبلدان العربية من لبنان إلى فلسطين والسودان وسوريا إلى تونس وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر إلى الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعمان إلى الجزائر والعراق والكويت والأردن ومصر إلى اليمن والصومال والمغرب وليبيا وكل العالم. أهدي هذه الجائزة كما أهديها إلى عائلتي ووالدتي التي ما زالت تحلم بالعودة إلى مدينتها عكا لتتنسم أريج بحرها والحرية.